وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، رجل في الصين كان يقرأ جريدة، وهذه الجريدة حينما فتحها كان في الصفحة التي يقرأ فيها خريطة العالم، ويتأمل في هذه الخريطة وفي أطرافها ويرى العالم كله والقارات. أثناء قراءته لهذه الجريدة كان أحد الأبناء الصغار يلح على والده، ابن هذا الرجل الذي يقرأ هذه الجريدة، ويطلب منه أن يعطيه شيء معين كما يفعل اليوم بعض أبنائنا، فأخذ يلح عليه وهو يقول: انتظر حتى أنهي قراءتي لهذه الجريدة. لكنه مع الإلحاح جعل والده لا يملك نفسه، فمزق وقطع الجريدة ورماها، ثم ألح الولد على أبيه مرة ثانية، فعاقبه أبوه قال: إذا أردت أن أعطيك ما تريد اجمع الجريدة هذه ولصق الجريدة وأعدها كما كانت، الخريطة اللي كنت أنا أراها في الصفحة الأولى. طبعا هو وضع هذا الأمر من باب أنه أمر تعجيزي، شرط لا يستطيع عليه الولد وهو صغير 6 سنوات تقريبا، وهذا يذكره الصينيون كمثل اليوم. ثم أخذها الولد، أخذ الجريدة الممزقة المقطعة هذه، فأخذ يجمعها حتى ركبها وأعادها مرة ثانية، فبهر الأب، قال: كيف استطعت أن تعيد الجريدة وأن تعيد هذه الخريطة مرة أخرى؟ قال له: وأنت تقرأ الجريدة أنت كنت تشوف في الوجه الذي أمامك الخريطة، وأنا في الوجه الذي عندي الطرف الثاني كان فيه وجه رجال، وكنت أتأمل في الوجه، وتركيب الوجه كان سهلا. بدأ الصينيون إلى اليوم يضعون مثلا وحكمة أن الوجه الواحد، يعني الرجل الواحد، يستطيع أن يغير العالم كله. أنا أقول من هذه المدينة الشبابية، أنت اليوم، أنا أريد في هذا اللقاء السريع واللقاء الختامي، أريد كل واحد من الحاضرين الجالسين أو الواقفين أو الأخوات الذين يستمعون ويشاهدون هذا اللقاء، بل من يشاهدني الآن، أريد أن أخرج الليلة بإذن الله وأني استطعت أن أقنعك أنك تستطيع أن تصلح العالم كله. أنا لا أقول أن تصلح مدينتك أو تصلح بيتك، عندي طموح أن الوجه الواحد من أبناء المسلمين يستطيع أن يصلح العالم كله. بمعنى عنوان محاضرتي هذه الليلة: كن أنت التغيير الذي تحب أن تراه مثلا في المملكة، التغيير الذي تحب أن تراه في العالم الإسلامي، التغيير الذي تحب أن تراه في سوريا، التغيير الذي تحب أن تراه في الكرة الأرضية كلها، لتكن أنت ذلك التغيير. سأنطلق بكم مع فتية، مجموعة شباب أعمارهم ما تتجاوز 15 سنة، وهم مراهقون بالمصطلح المعاصر اليوم، مراهقين، لكن 7 أو 6 شباب تغيرت نواميس الكون لأنهم صدقوا في رسالتهم فاستطاعوا أن يغيروا، وإلى اليوم أثرهم ما زال موجودا. أنا لن أتكلم لا عن أنبياء ولا عن صحابة، لكن سأتكلم عن فتية. أعتقد اليوم الجمعة عدد كبير من المسلمين قرأوا سورة الكهف. من هم أصحاب الكهف؟ ولماذا سميت سورة الكهف بالكهف؟ من هم الفتية الذين ذكرهم الله في القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم؟ أنا أطلب منكم أن تركزوا مع هؤلاء الفتية، 6 أو 7 شباب استطاعوا أن يغيروا أمة كاملة. طبعا سورة الكهف وردت في القرآن معجزة قرآنية، دلائل النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه قريش، قالوا: كذاب، ساحر، شاعر، كاهن. فأرادت قريش أن تثبت بزعمها أن محمد صلى الله عليه وسلم غير صادق وأنه كاذب، فأتوا برجلين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، عشان تعرفون شلون جاءت سورة الكهف
وقصة أصحاب الكهف في القرآن. ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط أرسلوهم إلى أحبار اليهود في المدينة، قالوا اذهبوا إلى أحبار اليهود في المدينة اسألوهم عن أمر نحرج فيه محمدا ونثبت أمام الناس أن محمد كذاب كما يزعمون. ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط والتقوا ببعض أحبار اليهود في المدينة، قالوا لهم إن محمداً أسلم على يده كثير من قريش، ونحن مستاءون، الوضع هذا مو معجبنا، نريد أن نغير، أعطونا أسئلة أمراً تعرفونها أنتم يا أحبار اليهود ما يعرفه محمد، نريد أمر نفهمه أنه ليس بنبي. ففكروا الأحبار وش نعطيه، ماذا تسألون؟ قالوا لو أردنا أن نسأله عن التوراة والإنجيل فلربما قرأها رسول الله، وربما لو أعطيناه شيء من أخبار قريش والعرب لعرفها بحكم أنه عربي وأنه من مكة. ففكروا قالوا عندنا وثيقة سرية، هذه الوثيقة السرية لابد أن تكون بعد المسيح. طبعا أصحاب الكهف كانوا في وقت كانوا بعد المسيح عيسى بن مريم، وقيل أنهم كانوا بعد ميلاده بمئة وخمسين سنة، وكانوا قبل مبعث رسول الله بمئة وخمسين سنة، يعني كانوا في النصف، فعام أربعمائة وخمسين ميلادي. هنا قالوا عندنا ثلاثة أسئلة اسألوا محمد عنها، إن أجابكم فهو نبي. أهم سؤال يعنينا وله فرعين، قالوا اسألوه عن فتية كان قد اختفى أمرهم وقد اختفوا، إذا كان يعرفهم كم السنوات التي اختفوا، كم عدد السنوات التي اختفوها وكم كان عددهم، اسألوا عن هالفتية وخلوه يعلمكم أمرين، يخبركم كم سنة اختفوا وكم كان عدد هؤلاء الفتية. فذهبوا وجمعوا الناس في مكة لأنها فرصة، يحاولون إثبات كما يزعمون أن محمداً كذاب صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا. فاجتمعت قريش وجاء النضر بن الحارث وجاء عقبة بن أبي معيط، قالوا يا محمد سنسألك ثلاثة أسئلة، إن جاوبتنا فأنت نبي، وإن لم تجاوبنا فأنت ليس بنبي، أنت كذاب. فمن ضمن ما سألوه قالوا أخبرنا عن فتية اختفوا في سابق الدهر والزمان، من هم وكم سنة اختفوا وكم عددهم؟ طبعا الرسول لا يعرف وما كان هذا الموضوع في وقته، طلب منهم مهلة، قال أمهلوني إلى غد، بكرة أعطيكم خبر، ظناً من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي بينزل عليه. جاء بكرة اجتمعوا عطنا خبر، ما جاوب النبي، ما عنده خبر، والأمر مزعج، وبدأ بعض الناس اللي توهم مسلمين ويشكون في الإسلام، قال لهم أعطوني بكرة موعد آخر غداً لعلي يعطيكم خبراً، والرسول ينتظر الوحي. وما نزل الوحي وخمسة عشر يوم والرسول ينقطع الوحي عنه، حتى قال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إيش غدا إلا أن يشاء الله، لأنك ما قلت إلا أن يشاء الله أردنا أن نبين لك يا محمد أنه لا يكون الأمر لك إنما الأمر لله. فقال النبي غدا إن شاء الله أخبركم، ونزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي، نزلت عليه القصة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، حتى قال الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى آخر آيات
أصحاب الكهف. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. هؤلاء الشباب أخبر الله النبي ونزلت الآيات عليه، ولبثوا في كهفهم كم؟ 300 سنين وازدادوا 9. عطاها الله الإجابة الأولى إنهم فتية، وذكر الله له أنهم بكثوا في الكهف 309 سنوات. لكن طيب باقي الشرط الثاني، العدد. هنا سيقولون 3 إيش؟ رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، قال الله رجما بالغيب، وسيقولون 7 وثامنهم كلبهم. بعدين الله ماذا قال؟ قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل. طيب الحين ما أعطيتنا إجابة واضحة، هذا الإجابة أو هذه الإجابة فيها دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أحبار اليهود في الكتب هم مترددين، ليس عندهم عدد واضح، منهم من يقول 3 ومعهم كلب رابع، منهم من يقول 4 ومعهم كلب خامس، ومنهم من يقول 6 ومعهم الكلب السابع، ومنهم من يقول 7 ومعهم الكلب الثامن. هذا التردد لا يعرفه إلا قلة من الأحبار. طبعا لما سمعوا الإجابة بهروا، والصحيح أن عددهم الله أعلم كم؟ من يعرف عددهم كم؟ عددهم 7. يقول ابن عباس، وذكر هذا القرطبي في التفسير، لما قال الله وما يعلمهم إلا إيش؟ إلا قليل، قال ابن عباس وأنا من القليل، والله إن عددهم كان 7 وكلبهم كان 8. طيب وش قصة هالشباب؟ نريد أن نعرف قصة هؤلاء 7. معقولة يا شباب 7 ليسوا أنبياء ولا رسل ولا صحابة، شباب فتية، حتى ليسوا برجال، شباب فتية يعني في سن المراهقة، استطاعوا أن يغيروا وجه العالم وأن يصلحوا أمتهم وقومهم. سأختصر القصة لكن ركزوا معي. 309 سنوات بدأوا بعد المسيح، ميلاد المسيح 150 سنة، كانوا من أتباع المسيح، وكانوا على الديانة النصرانية الصحيحة. بعض أهل العلم يقول بأنهم كانوا وثنيين، ولا إشكال في ذلك، هم كانوا مسيحيين لكن قومهم الذين لم يتبعوا الحق عبدوا الأوثان. هؤلاء الشباب كانوا من أتباع المسيح، وكان القرآن الكريم اليوم، هذا فيه رد على اللي يقول نحن أهل الإسلام عندنا غلظة وإن الإسلام لا يتعامل إلا بالعنف، أليس الله أثنى في القرآن على هؤلاء الفتية وسميت سورة باسمهم؟ معقول أهل القرآن يمدح مجموعة من النصارى والمسيحيين؟ نعم، ما داموا على حق وعلى عدل وعلى دين صحيح قبل التحريف. الإسلام دين عدل، لا يهضم حق أحد. لا يقول بعض الناس نحن اليوم نمدح النصارى، نحن نمدح الديانات السماوية التي نزلت قبل التحريف، ولذلك القرآن كان عادلا. حتى سورة الكهف حذرت بل ذمت الذين حرفوا دين المسيحية، يقول الله جل وعلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيش؟ ولدا. جاء في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بقيت هذه الدولة الرومانية البيزنطينية، هذه الدولة كان فيها ملك كافر لا يؤمن بالله ولم يؤمن بالمسيح، وكان على الكفر والضلال، كل من يقول لا إله إلا الله يقتل ولا يأبى به،
فقتل كل أتباع المسيح، وقال للجنود والجواسيس ابحثوا عن كل من يقول لا إله إلا الله واقتلوه، وخاصة كبار السن. الشباب ما كان يلتفت إليهم لأنه ما كان يخاف من الصغار، يخاف من الكبار، وبدأ يلاحق كل واحد يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يبقى أحد يذكر شهادة التوحيد إلا رجل واحد شايب كبير. هذا الرجل الكبير قبل موته، والقصة ذكرها ابن كثير، قبل موته أخذ على عاتقه يقول أنا بعلم الناس هذا الدين وكيف يقولون لا إله إلا الله. لكن هذا الكبير ذكي، ما دور كبار السن، بحث عن الصغار الذين لا يشك فيهم الحاكم ولا الملك، فبحث عن بعض الفتية الصغار، ويأتي كل واحد منهم على حدة يلتقي به خفية ويعلمه التوحيد ويعلمه الدين الحق حتى يدخل في الإسلام أو يدخل في الدين الصحيح. والتقى بسبعة فتية، قيل أن ستة منهم من أبناء الملوك، وقيل كل السبعة، وقيل أن واحد من هؤلاء السبعة هو ابن الملك، وابن كثير يقول هو ابن عمه أو ابن أخيه، ومعهم شاب صغير راعي يرعى الغنم، وهذا الغلام معه كلب. أكرمكم الله ومن يستمع إلى كلامي. بدأ يعلمهم، لكن كل واحد علمه الحالة على حدة. ثم كشف أمر هذا الرجل عن طريق جواسيس الملك، فأخذوا الرجل الكبير هذا وقتلوه. لما قتلوه بقي السبعة هؤلاء يعرفون لا إله إلا الله، لكن ليسوا إيجابيين، يعني ما يعرفون كيف يعلمون الناس لا إله إلا الله، وخوف، وربما المصير القتل وينتهون تماما. اللي حصل وشو؟ اجتمع هذا الملك، جمع، طبعا هم قصتهم هؤلاء الشباب حملوا هم هذا الدين وهذه الرسالة حتى يبلغوها لأقوامهم الذين ابتعدوا عن عبادة الله وليس عندهم إلا الشرك والوثنية وعبادة غير الله جل في علاه. يقال أن الملك جمع الناس في يوم العيد ويوم تعظيم الآلهة، يجتمعون على منكرات وعلى معاصي وعلى شرك وعلى بدع، ودخلوا هؤلاء الشباب من جملة أهل البلد وحضروا هذا المحفل، لكنهم لم يستطيعوا أن يصبروا على ما يفعله ما يسمى بدقة يونس أو يونس الملك في ذلك الوقت. السبعة كل واحد منهم جالس في موقع، طبعا كل واحد ما يدري إن فلان هذا دخل في الإسلام أو دخل في الدين الصحيح. فالأول انزعج من هذا المظهر من الشرك والانفتاح الغير معهود، انسحب الأول وتنحى وجلس تحت شجرة، ثم انسحب الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس حتى السابع، واجتمعوا في هذا المكان كل واحد منهم خايف أن الثاني من الجواسيس الخاصين بالملك ما يقدر يقول أنا لا أريد الجلوس مع الملك وزمرته لأني دخلت في الإيمان، لكنه ساكت. حتى تكلم واحدا منهم قال أنا ما جمعني تحت الشجرة هذه أظن إلا ما جمعكم، أنتم يئستم مما رأيتم وأنا يئست. قال واحد من أين لك بهذا الكلام، من وين جبته؟ قال علمني فلان الرجل الشايب اللي قتل. قال الثاني وأنا علمني فلان وأنا علمني فلان، ثم حددوا المكان الذي كان يلتقي بهم الرجل الكبير. هنا تعاونوا، ولذلك المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. بعضنا اليوم يسير على طريق الاستقامة وعلى طريق الهداية وعلى طريق البعد عن المعصية وعلى مجاهدة نفسه. بعض الشباب يشتكي عندي مشكلة،
عندي معصية ما استطعت أتركها، عندي رغبة في الشر أحاول بين فترة وأخرى، لكنني أعود أقول من الوسائل المثبتة والتي تثبت إيمانك، أول شيء شبه الفتية هؤلاء يوم دخلوا في مجلس الملك، شرك، معاصي، فوضى، ضياع، انسحبوا. الابتعاد عن مجالس السوء وعن مواطن الشر دين، وهذه واحدة من دلائل الإيمان. ولذلك الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. هذا واحد. اثنين، الصحبة الطيبة. هؤلاء ابتعدوا واجتمعوا سبعة، لكنهم كونوا مسيرة يستطيعون أن يقدموا شيء لأنفسهم وللناس، وخرجوا وتعاونوا واجتمعوا على ذلك. يذكر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء، قال الله لمحمد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنا أهنئكم يا شباب، خاصة من يحضر مثل هذه الملتقيات، لأنني أجزم أن كل الحاضرين ولا أبالغ ما حضر إلا فيه رغبة تقوده للخير، يريد الخير، يريد أن يغير، أو على الأقل أن يجلس في مكان فيه له مباح في باقية أروقة هذه المدينة المباركة. وحينما جلس في مثل هذه القاعة يريد يسمع آية، حديث، موعظة لعلها تذكره ولعلها تعيده مرة أخرى للخير. الصحبة هي أنت. يقال في الحكمة القديمة: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا اليوم أقول: قل لي من تصاحب أقول لك حتى مقدار إيمانك، قل لي من تصاحب أعرف ربما بعض أفعالك، قل لي من تصاحبين أو تقول أختنا من تصاحب سنعرف كيف سيكون سلوكها. الصحبة يا جماعة يا شباب، إذا الله ذكر الكلب أكرمكم الله في سورة الكهف لأنه كان مع الصحبة الصالحة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خص الله الكلب بهذه السورة لأنه كان مع صحبة ومع رفقة ومع أناس هم على الخير. الصحبة السيئة يا شباب تراها تقود إلى ثلاثة أشياء: تفسد علاقتك مع الله، هذا واحد. اثنين، تفسد علاقتك مع الناس وخاصة أهل بيتك. ثلاثة، تفسد عليك مستقبلك. الشاب اليوم يفكر في مستقبله. الصاحب السيء والله الذي لا إله غيره لن يكون مستقبلا صالحا طيبا بوجود صحبة سيئة، وهذا واقع يشهد به من جرب ذلك الطريق، والإحصاءات والدراسات تثبت مثل هذا وهو واضح. طيب، هم اجتمعوا، يوم اجتمعوا جلسوا، ترى كثير عندنا طيبين وهو طيب في ذاته، لكن بعض الناس طاهر غير مطهر لغيره، بعضنا منزوع الدسم لا يستطيع أن يفعل هذه الخيرية. أنا أريد مشروع أمة. إذا كان سبعة شباب استطاعوا يغيرون أمتهم من الكفر إلى الإيمان، أنا أؤمل بعد الله على عدد هؤلاء الشباب. سواعدكم إذا صلحت عقولكم وطابت نفوسكم واستقامت مسيرتكم فنحن بإذن الله في خير وإلى خير. ائتوني بأي إبداع وأي عمل متميز في العالم كله حتى غير المسلم، ستجدون خلف هذا الإبداع وهذا التميز الشباب، أعمدتنا، سندنا، ظهرنا، قوتنا بعد الله هم شبابنا. المدن
الشبابية والملتقيات الدعوية ما أقيمت من باب تضييع الأوقات. أنا أجزم أن القائمين على مثل هذه المدينة من فضلاء وأساتذة وعلماء وطلبة علم ومسؤولين يتابعون ورعاية أمير المنطقة مشكورا وغيرهم، لا أظنها جاءت هباء منثورا، لأننا ندرك تماما أن هناك نتيجة، وقطعا ستكون نتيجة إيجابية. اجتمعوا سبعة الشباب، قال الله عنهم إذ قاموا، لاحظوا قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيش إلها لقد قلنا إذا شططا. يا أخي قم اعمل لله، قم غير من حياتك. الله يقول قاموا، قاموا رغبة في الطاعة وخايفين على قومهم الذين لم يسلموا بل أشركوا بالله وتركوا الطريق الحق. والقيام مطلب. بعض الناس يقول عن أهل الكهف من باب الكسل، قال نايم نومة أهل الكهف. لا والله، نيام ونوم أهل الكهف كان فيه صحوة للأمة من بعدهم بعد 3 قرون، 309 سنوات. هم دخلوا والناس على ضلال وعلى شرك، وخرجوا والناس قد أسلموا. قم، الله يقول لمحمد يا أيها المزمل قم، ويقول يا أيها المدثر قم، والله سبحانه وتعالى ينادي محمد فإذا فرغت إيش فانصب وقف، ما قال فإذا فرغت فارتاح ونم. إذا أنت تريد العمل وتريد التغيير فإذا فرغت فانصب. هم يحملون هم رسالة، يوم شافوا قومهم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أنت لما ترى غيرك على ضياع، على ضلال، يجلس في المقاهي، يضيع وقته على قنوات، يضيع وقته في مواقع ومنتديات تحرف العقل والفكر والإيمان، بل تضيع الإيمان، تعال يا حبيبي أعيد النظر في أن أحاول أن أنتشل هذا الصاحب، الأخ، الجار، القريب. ما استطعت فعليك بنفسك حتى تلجأ إلى الله، ففروا إلى الله. طيب وش الخطة؟ هم الآن عرفوا لا إله إلا الله السبعة، قالوا عندنا خطة. لو رحنا للناس قلنا لهم ادخلوا في الإيمان ربما ما تقبلوا. وضعوا خطتهم الرئيسية أن يحسنوا إلى الناس. الناس فقر وظلم وحاجة، والفقر كما يقال أخو الكفر. يقول النبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، جمع الحديث أو الدعاء في حديث واحد. ثم بدأوا يمشون تجار وعندهم أموال ومعهم ولد الملك أو ابن عمه أو ابن أخيه، وبدأوا يساعدون الناس. أسألكم سؤال، وش حلمك؟ بماذا تحلم؟ هل عندك حلم كبير للأمة؟ اترك تقول أنا أحلم أني أتخرج من الجامعة، حلمي أنني أملك بيتاً، أملك سيارة، أتزوج، هذا أمر مباح ولك الحق أن تخطط وأن تفكر وأن ترتب الأمور بل تنفذ، لا إشكال. لكن ما هو الحلم الأكبر الذي تقدمه للناس؟ بعض الناس حلمه يقول أبدأ من حرف ألف، لازم أنتهي عند حرف ياء. يا أخي ابد من ألف ووقف عند باء، ما عندنا مشكلة، حسب المتاح، والله يتولى بعد ذلك. إذا علم الله منك الصدق، مجرد أنك تضع رجلك على العتبة، عتبة أنك تريد التغيير وتريد الإصلاح، الله سيتبنى ذلك بنفسه، وسترى العجب العجاب في التعامل مع الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر. معهم كلب، سبعة والكلب كان موجود معهم. يقال أن الكلب كما أسلفت راعي الغنم كان هذا الكلب معه، وقيل أنهم كانت لهم حاجة بالكلب إلا إن لم يكن معهم راعيا. العبادة تعينك على قوة الطاعة. الله يقول من يكمل الآية إنهم فتية إيش
آمنوا بربهم، ثم قال الله بعدها إيش؟ وزدناهم، زدناهم هدى. لما آمنوا بالله كان فيه عبادة لله تبارك وتعالى، زدناهم هدى. طبعا بدأوا يساعدون الناس ويعطون الناس مال وينفقون عليهم، يحسنون إليهم. الصورة الآن اللي تخرج أمامكم علشان تعرفون، هذه هي صورة الكهف. طبعاً الكهف موجود، وين فيه؟ من يعرف وين موقع الكهف؟ موجود في الأردن. وهذه صورة الكهف، وهذه قبور الفتية الذين دخلوا في الكهف. طبعاً الكهف عبارة كهف في جبل له مدخل، ثم فيه على اليمين مثل المحراب، وعلى اليسير مثل اليسار مثل المحراب، وفي الأمام مثل المحراب. المحراب اللي على اليمين فيه 4 قبور، والذي على اليسار فيه 3 قبور، وفيه عظام لبعض القبور موجودة في نفس هذا الكهف. الغريب سيأتيكم الآن قصة هذا الكهف، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل لهؤلاء الفتية 7 فيه ملجأ. الله يقول فأووا إيش؟ إلى الكهف. الكهف أصلاً هو عبارة عن رمز يوحي للأمر الغائب المجهول المظلم، ومع ذلك الله يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. معقولة المكان المظلم المجهول هذا يأويني أنا؟ وكلمة الإيواء وردت في القرآن في 7 مواضع كلها بمعنى الإيواء الضم. قال الله جل وعلا إما أن يضم أو يرعى. قال الله عن محمد ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الله عن يوسف فآوى إليه أبويه. وقال الله عن هود أو آوي إلى ركن شديد. وقال الله عن مريم وعن ابنها عيسى عليه السلام فآويناهما. فالإيواء الاحتواء، هذا الكهف يأوي 7 يحتضن هؤلاء 7، علما بأننا الذي يدور في أذهاننا أن هذا الكهف مظلم. بدأوا يعلمون الناس قل لا إله إلا الله، وبدأت الناس تدخل في الإيمان عن طريق جواسيس الملك. وصل الخبر إلى الملك أن في 7 فتية يدعون الناس إلى التوحيد. أمر الملك أن يقبض عليهم. سارت لخبطة، اجتمع الناس، نقل لهم الناس، حذروهم، قالوا انتبهوا، الملك عرف بأمركم وأمر بالقبض عليكم، إما أن تعودوا وإما أن تقتلوا. كان في 2 في قصر الملك من المستشارين أسلموا وأخفوا إسلامهم، أو آمنوا وأخفوا إيمانهم. لما سمعوا الخبر الفتية، تخيلوا، أنا بسألكم سؤال يا شباب، مثل حجم هذا الموضوع وخطورة ما سيترتب عليه، كيف تستطيع أن تفكر وبماذا ستفكر؟ اجتمعوا 7 على 3 أقوال. اللي يقول منهم نروح للملك ونواجهه ونقول نحن آمنا، إما أن تؤمن ولا اقتلنا. قالوا لا، هذه مخاطرة وغير مقبولة. ثم منهم من قال ننسحب ونهرب ولا يعلم بنا، ومنهم من قال نخطط عن طريق ولد عم الملك اللي معنا ونسوي كارثة، إما نقتله أو نغتاله. قالوا لا، هذا عنف وغير مقبول. فاقتنعوا أن يخرجوا. قال لهم واحد الكهف اللي اجتمعنا فيه، طبعا الكهف يبعد عن عمان في الأردن العاصمة، يبعد قرابة 8 كيلو إلى 10 كيلو. قال نذهب إلى الكهف ونجتمع فيه ونفكر ونخطط ماذا سنفعل. وافقوا على هذا القرار وخرجوا مباشرة
وذهبوا إلى الكهف. أول ما وصلوا عند الكهف اللي رأيته صورته وقفوا عند الباب. طبعاً الكهف دخلوا فيه السبعة وبقي الكلب عند الباب، وكلبهم باسط ذراعيه وين؟ بالوسيط. وش معنى الوسيط؟ وش الوسيط؟ ها؟ من يعرف وش معنى الوسيط؟ مدخل الباب، عتبة الباب. الكلب بقي عند العتبة لحراستهم. وشوفوا تهيئة الله سبحانه وتعالى إلى هالأمر. طبعاً هم دخلوا وهم في الطريق قالوا هل عندنا أكل؟ هل نستطيع نذهب نودع آباؤنا أهلنا أبوينا؟ ما يقدرون، الموضوع انتهى. لو دخلتوا إلى داخل البلد سيهجم عليكم وستقتلون وسيكون لكم أمراً مهيباً وأمراً مخيفاً. بقيوا دخلوا في هذا الكهف المجهول، وبقي الكلب أجلكم الله وأكرمكم على الباب. أمر الملك أنه يغلق الكهف بحجر، لأنه علم أنهم دخلوا الكهف وقال ربما لا نستطيع أن نخرجهم، فوضعوا ذلك الحجر وأغلقوا عليهم. المستشارين الاثنين الذين آمنوا وأخفوا إيمانهم كتبوا أسماءهم بالرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هو الذي كتبت عليه أسماءهم، كتب من الفضة ووضع عند الكهف في مدخل الكهف. دخل السبعة وناموا. الله جل وعلا ضرب على آذانهم، والضرب هنا بمعنى الملاصقة، يعني ما عاد يسمعون الأصوات. ثم ناموا سبعة وفي فتحة، فجوة في داخل، وربما اطلعتم عليها، فجوة في داخل هذا الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور وإيش عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني يأتيهم حر وبرد والشمس تأتيهم متوسطة. من دخل الكهف وشاف على الطبيعة يعجب من وجود هذه الشمس لأنهم بحاجتها حتى لا تأتيهم الأرض ولا يأتيهم الدود. وكذلك ناموا، هذا النوم استغرق 309 سنوات، 309 سنة و9 سنوات. هذه الفتحة على الآن في الصورة التي كانت تدخل منها الشمس عليهم في هذا الكهف. ثم ناموا. النوم هنا كان إذا مر عليهم أحد قال الله لو اطلعت عليهم إيش لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. في أمرين، في مقولة تقال أنهم تغيرت أجسادهم وطالت شعورهم وأظفارهم، هذا الكلام غير صحيح، بل بقوا على حالهم. بعض الناس لا يجري عليه تغير الأمور إنهم في حالة مبصرين. قال الله لوليت منهم فرارا، العادة تملأ رعب ثم تنحاش تفر، لكن هنا لأن الله جعل لهم هيبة لوليت منهم فرارا ابتداء ولملئت منهم رعبا. تركوهم وانتهت، وراح الملك الأول توفي، ثم جاء ابنه من بعده، وابنه من بعده خفف الوطأة في الظلم، ثم بدأ ينتشر شيء من العدل والإيمان. ثم جاء ملك ثالث ونشر الخير والعدل، وكان الناس يذكرون فضل السبعة ويسولفون ويذكرون الثناء لأبنائهم. كان هناك سبعة فتية فعلوا لنا وقدموا لنا وأعطونا ودلونا حتى آمن أهل الأرض. فلما أراد الله تبارك وتعالى بعد 309 سنوات آووا إلى الكهف. يا جماعة الخير، هؤلاء آووا إلى الكهف المظلم فوجدوا الرحمة. بعض الناس يأوون إلى قصور ولا يجدون راحة، ومن الناس من يأوي إلى خيمة ويجد الهناء والسعادة. إذن العبرة
كل ما اقتربت إلى الله أن تأوي إلى ركن شديد، إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ثم بعد 309 سنوات جاء رجل قيل من أبناء الملوك، وكان له حائط مزرعة، وأقام هذه المزرعة وأراد أن يجعلها سور. قال لبعض غلمانه افتحوا لنا أو أعطوني حجر من هذا الكهف، وبدأوا يأخذون الحجر الموجود الذي وضع كباب يسد عليهم الخروج. ثم لما فتح عليهم ورأوهم وأعثروا كما قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الشباب الذين أراد الله جل وعلا أن يظهرهم للناس، أعثر الناس عليهم، قاموا فتحوا، كل واحد ينظر للثاني ما تغير. فقالوا نريد أن نأكل طعام، كم لنا جالسين؟ قال أحدهم يوما أو بعض يوم، يعني كأننا نايمين أمس. فأخرج واحد منهم مال كان معهم من العملة التي كانت موجودة في دقة يونس الأول الملك، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. أخذ المال وطلع يتلفت وينظر، البيوت تغيرت، الناس تغيروا، هل أنا ضيعت الطريق أو الموضوع أمر آخر؟ في المقابل أقبل على رجل يبيع خبزا، هم حذروه فليأتكم بطعام، ثم قال وليتلطف. بالمناسبة لفظ قول الله وليتلطف جاء في نصف القرآن، يعني عدة آيات القرآن وليتلطف تقسم الآيات نصفين. قال ولا يشعرن بكم أحدا. يوم طلع المال قال خذ وأعطني الطعام. البايع قال وش هالفلوس هذه؟ قال أنا أريد أن أشتري. قال هذه القديمة وين ما؟ فظن البائع أنه حصل الرجل هذا على كنز. من أنت؟ قال أنا أريد أن أشتري مال وأخرج. ألسنا في عهد الملك دبق يانوس أو يونس كما يقال؟ قال لا، نحن وين ثلاثة قرون، 309 سنوات، مات وجاء واحد وجاء الثالث. قال فنظر إلى عالم موجود عندهم فأخبره بالأمر، فسأله ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال احضروا لي الرقيم اللي كتبت فيه الأسماء. فشافوا الرقيم وعد فراء اسمه معهم. قال من معك؟ قال معي فلان وفلان وفلان وفلان، اللي هم السبعة المكتوبة أسماءهم في الرقيم هذا. ثم ذهب وأخبروا الملك، وذهبوا إليهم مباشرة حتى دخلوا عليهم في الكهف وسلموا عليهم وأخبروهم أن الله أصلح الأرض وأن الناس عادوا إلى الإيمان وأنه كان ذلك بعد الله بسببكم. ثم رجعوا إلى كهفهم وماتوا في الكهف ودفنوا في ذلك الكهف. وإلى اليوم ثقافة الرومان واليوغزلافيين واليابانيين والصينيين وكل الثقافات البوذية والمسيحية واليهودية كلها موجودة فيها قصة أصحاب الكهف. يا شبابنا، الوقت كما هو مشار إليه الآن انتهى، لكننا نريد فتية آمنوا بربهم سبعة استطاعوا أن يغيروا أمة. صحيح هم وضعوا البذرة وما كانت النتيجة إلا بعد 309 سنوات، لكنهم قدموا شيئا. أنت ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. دق على الجرس وعلق الجرس وافتح الباب ابتداء بنفسك، وأنا متأكد أنك ستغير وسيكون لك أثرا كبيرا كما كان لذلك الشاب الصيني الذي استطاع أن يجمع تلك الجريدة التي ذكرت لكم الممزقة حتى أكمل ذلك الوجه، فكان وجه الرجل من طرف الجريدة وكانت خريطة العالم من الطرف الثاني. ونؤمل إن شاء الله تعالى في شبابنا وأبنائنا خيرا. هؤلاء هم الفتية، وهذه هي سورة الكهف، والكهف لا يزال موجودا في
الأردن وقريب من عمان، ولا شك أن ذكر هؤلاء الشباب الفتية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وذكر الله جل وعلا قال ليعلموا ولقد أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وجاءت السورة بعد ذلك تتكلم عن يوم القيامة، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، حتى ختمت هذه السورة. وذكرت القصص طبعا الثلاثة الأخرى، قصة موسى والخضر وقصة صاحب الجنتين وقصة ذي القرنين في هذه السورة المباركة التي نقرأها كل جمعة ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقراءتها. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وشباب الأمة الإسلامية المباركة، وأن يجعلهم شبابا نافعين عالمين بما يفعلون ويعملون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر على القائمين على هذه المدينة المباركة، بدءا بإمارة المنطقة وأميرها وفقه الله الذي كان راعيا لهذه المدينة المباركة، ثم بوزارة الشؤون الإسلامية ممثلا بفرع وزارتها ممثلا بالمكتب التعاوني في هذه أو في هذا الحي. وأشكر صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الحمدان والإخوة الفضلاء القائمين معه. أشكركم أنتم يا من حضر من أصحاب الفضيلة والأساتذة الكرام، وأنتم يا شبابنا وبقية من حضر من أخواتنا في قسم النساء. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا دائما منتصرين على أهل الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جلت قدرته أن يحقق لنا في شبابنا آمالا كبيرة نراهم إن شاء الله عمادا يعتمد عليهم بعد الله في هذه الأمة، ناصرين وفاتحين ومبدعين ومهندسين وأطباء وعاملين ودعاة ومصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. اختصرت كثيرا لأن الوقت قد انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تبارك أعلم. أستودع الله صحبا كنت أذخرهم في النائبات، فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، رجل في الصين كان يقرأ جريدة، وهذه الجريدة حينما فتحها كان في الصفحة التي يقرأ فيها خريطة العالم، ويتأمل في هذه الخريطة وفي أطرافها ويرى العالم كله والقارات. أثناء قراءته لهذه الجريدة كان أحد الأبناء الصغار يلح على والده، ابن هذا الرجل الذي يقرأ هذه الجريدة، ويطلب منه أن يعطيه شيء معين كما يفعل اليوم بعض أبنائنا. فأخذ يلح عليه وهو يقول انتظر حتى أنهي قراءتي لهذه الجريدة، لكنه مع الإلحاح جعل والده لا يملك نفسه فمزق وقطع الجريدة ورماها، ثم ألح الولد على أبيه مرة ثانية، فعاقبه أبوه قال إذا أردت أن أعطيك ما تريد اجمع الجريدة هذه ولصق الجريدة وأعدها كما كانت الخريطة اللي كنت أنا أراها في الصفحة الأولى. طبعاً هو وضع هذا الأمر من باب أنه أمر تعجيزي، شرط لا يستطيع عليه الولد وهو صغير 6 سنوات تقريباً، وهذا يذكره الصينيون كمثل اليوم. ثم أخذها الولد، أخذ الجريدة الممزقة المقطعة هذه، فأخذ يجمعها حتى ركبها وأعادها مرة ثانية، فبهر الأب قال كيف استطعت أن تعيد الجريدة وأن تعيد هذه الخريطة مرة أخرى؟ قال له وأنت تقرأ الجريدة أنت كنت تشوف في الوجه الذي أمامك الخريطة، وأنا في الوجه الذي عندي للطرف الثاني كان فيه وجه رجال، وكنت أتأمل في الوجه وتركيب الوجه كان سهلا. بدأ الصينيون إلى اليوم يضعون مثلا وحكمة أن الوجه الواحد يعني الرجل الواحد يستطيع أن يغير العالم كله. أنا أقول من هذه المدينة الشبابية، أنت اليوم
أنا أريد في هذا اللقاء السريع واللقاء الختامي، أريد كل واحد من الحاضرين الجالسين أو الواقفين أو الأخوات الذين يستمعون ويشاهدون هذا اللقاء، بل من يشاهدني الآن، أريد أن أخرج الليلة بإذن الله، وأني استطعت أن أقنعك أنك تستطيع أن تصلح العالم كله. أنا لا أقول أن تصلح مدينتك أو تصلح بيتك، عندي طموح أن الوجه الواحد من أبناء المسلمين يستطيع أن يصلح العالم كله. بمعنى عنوان محاضرتي هذه الليلة: كن أنت التغيير الذي تحب أن تراه مثلا في المملكة، التغيير الذي تحب أن تراه في العالم الإسلامي، التغيير الذي تحب أن تراه في سوريا، التغيير الذي تحب أن تراه في الكرة الأرضية كلها، لتكن أنت ذلك التغيير. سأنطلق بكم مع فتية، مجموعة شباب أعمارهم ما تتجاوز 15 سنة، وهم مراهقون بالمصطلح المعاصر اليوم، مراهقين، لكن 7 أو 6 شباب تغيرت نواميس الكون لأنهم صدقوا في رسالتهم فاستطاعوا أن يغيروا، وإلى اليوم أثرهم ما زال موجودا. أنا لن أتكلم لا عن أنبياء ولا عن صحابة، لكن سأتكلم عن فتية أعتقد اليوم الجمعة عدد كبير من المسلمين قرأوا سورة الكهف. من هم أصحاب الكهف؟ ولماذا سميت سورة الكهف بالكهف؟ من هم الفتية الذين ذكرهم الله في القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم؟ أنا أطلب منكم أن تركزوا مع هؤلاء الفتية، 6 أو 7 شباب استطاعوا أن يغيروا أمة كاملة. طبعا سورة الكهف وردت في القرآن معجزة قرآنية، دلائل النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه قريش، قالوا كذاب ساحر شاعر كاهن. فأرادت قريش أن تثبت بزعمها أن محمد صلى الله عليه وسلم غير صادق وأنه كاذب، فأتوا برجلين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، عشان تعرفون شلون جاءت سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف في القرآن. ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أرسلوهم إلى أحبار اليهود في المدينة، قالوا اذهبوا إلى أحبار اليهود في المدينة اسألوهم عن أمر نحرج فيه محمدا ونثبت أمام الناس أن محمد كذاب كما يزعمون. ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط والتقوا ببعض أحبار اليهود في المدينة، قالوا لهم إن محمداً أسلم على يده كثير من قريش، ونحن مستاءون، الوضع هذا مو بمعجبنا، نريد أن نغير، أعطونا أسئلة أمراً تعرفونها أنتم يا أحبار اليهود ما يعرفه محمد، نريد أمر نفهمه أنه ليس بنبي. ففكروا الأحبار وش نعطيه، ماذا تسألون؟ قالوا لو أردنا أن نسأله عن التوراة والإنجيل فلربما قرأها رسول الله، وربما لو أعطيناه شيء من أخبار قريش والعرب لعرفها بحكم أنه عربي وأنه من مكة. ففكروا قالوا عندنا وثيقة سرية، هذه الوثيقة السرية لابد أن تكون بعد المسيح. طبعا أصحاب الكهف كانوا في وقت كانوا بعد المسيح عيسى بن مريم، وقيل أنهم كانوا بعد ميلاده 150 سنة، وكانوا قبل مبعث رسول الله 150 سنة، يعني كانوا في النصف، فعام 450 ميلادي. هنا قالوا عندنا 3 أسئلة اسألوا محمد عنها، إن أجابكم فهو نبي. أهم سؤال يعنينا وله فرعين، قالوا اسألوه عن فتية كان قد اختفى أمرهم وقد اختفوا،
إذا كان يعرفهم كم السنوات التي اختفوا، كم عدد السنوات التي اختفوها وكم كان عددهم؟ اسألوا عنها الفتية وخلوه يعلمكم أمرين، يخبركم كم سنة اختفوا وكم كان عدد هؤلاء الفتية. فذهبوا وجمعوا الناس في مكة لأنها فرصة، يحاولون إثبات كما يزعمون أن محمداً كذاب صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا. فاجتمعت قريش وجاء النضر بن الحارث وجاء عقبة بن أبي معيط، قالوا يا محمد سنسألك ثلاثة أسئلة، إن جاوبتنا فأنت نبي، وإن لم تجاوبنا فأنت ليس بنبي، أنت كذاب. فمن ضمن ما سألوه قالوا أخبرنا عن فتية اختفوا في سابق الدهر والزمان، من هم وكم سنة اختفوا وكم عددهم؟ طبعا الرسول لا يعرف، وما كان هذا الموضوع في وقته، طلب منهم مهلة، قال أمهلوني إلى غد، بكرة أعطيكم خبر، ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي بينزل عليه. جاء بكرة، اجتمعوا، عطنا خبر، ما جاوب النبي، ما عنده خبر. والأمر مزعج، وبدأ بعض الناس اللي توهم مسلمين يشكون في الإسلام، قال لهم أعطوني بكرة موعد آخر غدا لعلي يعطيكم خبرا، والرسول ينتظر الوحي. وما نزل الوحي، وخمسة عشر يوم والرسول ينقطع الوحي عنه، حتى قال الله له ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك إيش غدا إلا أن يشاء الله. لأنك ما قلت إلا أن يشاء الله، أردنا أن نبين لك يا محمد أنه لا يكون الأمر لك، إنما الأمر لله. فقال النبي غدا إن شاء الله أخبركم، ونزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي، نزلت عليه القصة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، حتى قال الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى آخر آيات أصحاب الكهف. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. هؤلاء الشباب أخبر الله النبي ونزلت الآيات عليه، ولبثوا في كهفهم كم؟ 300 سنين وازدادوا 9. عطاها الله الإجابة الأولى إنهم فتية، وذكر الله له أنهم بكثوا في الكهف 309 سنوات. لكن طيب باقي الشرط الثاني، العدد. هنا سيقولون ثلاثة إيش؟ رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال الله رجما بالغيب، وسيقولون سبعة وثامنهم كلبهم. بعدين الله ماذا قال؟ قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل. طيب الحين ما عطيتنا إجابة واضحة، هذا الإجابة أو هذه الإجابة فيها دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أحبار اليهود في الكتب هم مترددين، ليس عندهم عدد واضح، منهم من يقول ثلاثة ومعهم كلب رابع، منهم من يقول أربعة ومعهم كلب خامس، ومنهم من يقول ستة ومعهم الكلب السابع، ومنهم من يقول سبعة ومعهم الكلب الثامن. هذا التردد لا يعرفه إلا قلة من الأحبار. طبعا لما سمعوا الإجابة بهروا، والصحيح أن عددهم الله أعلم كم؟ من يعرف عددهم كم؟ عددهم سبعة. يقول ابن عباس، وذكر هذا القرطبي في التفسير، لما قال الله وما يعلمهم إلا إيش؟ إلا قليل، قال ابن عباس وأنا من القليل، والله إن عددهم كان سبعة وكلبهم كان ثامنهم. طيب وش قصة هالشباب؟ نريد أن نعرف
قصة هؤلاء السبعة. معقولة يا شباب؟ سبعة سبعة، ليسوا أنبياء ولا رسل ولا صحابة، شباب فتية، حتى ليسوا برجال، شباب فتية يعني في سن المراهقة، استطاعوا أن يغيروا وجه العالم وأن يصلحوا أمتهم وقومهم. سأختصر القصة لكن ركزوا معي. 309 سنوات بدأوا بعد المسيح، ميلاد المسيح 150 سنة، كانوا من أتباع المسيح، وكانوا على الديانة النصرانية الصحيحة. بعض أهل العلم يقول بأنهم كانوا وثنيين، ولا إشكال في ذلك، هم كانوا مسيحيين لكن قومهم الذين لم يتبعوا الحق عبدوا الأوثان. هؤلاء الشباب كانوا من أتباع المسيح، وكان القرآن الكريم اليوم، هذا فيه رد على اللي يقول نحن أهل الإسلام عندنا غلظة وإن الإسلام لا يتعامل إلا بالعنف، أليس الله أثنى في القرآن على هؤلاء الفتية وسميت سورة باسمهم؟ معقولة القرآن يمدح مجموعة من النصارى والمسيحيين؟ نعم، ما داموا على حق وعلى عدل وعلى دين صحيح قبل التحريف. الإسلام دين عدل، لا يهضم حق أحد. لا يقول بعض الناس نحن اليوم نمدح النصارى، نحن نمدح الديانات السماوية التي نزلت قبل التحريف. ولذلك القرآن كان عادلا، حتى سورة الكهف حذرت بل ذمت الذين حرفوا دين المسيحية. يقول الله جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايش؟ ولدا. جاء في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بقيت هذه الدولة الرومانية البيزنطينية، هذه الدولة كان فيها ملك كافر لا يؤمن بالله ولم يؤمن بالمسيح، وكان على الكفر والضلال، كل من يقول لا إله إلا الله يقتل ولا يأبى به، فقتل كل أتباع المسيح وقال للجنود والجواسيس ابحثوا عن كل من يقول لا إله إلا الله واقتلوه، وخاصة كبار السن. الشباب ما كان يلتفت إليهم لأنه ما كان يخاف من الصغار، يخاف من الكبار، وبدأ يلاحق كل واحد يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يبقى أحد يذكر شهادة التوحيد إلا رجل واحد شايب كبير. هذا الرجل الكبير قبل موته، والقصة ذكرها ابن كثير، قبل موته أخذ على عاتقه يقول أنا بعلم الناس هذا الدين وكيف يقولون لا إله إلا الله. لكن هذا الكبير ذكي، ما دور كبار السن، بحث عن الصغار الذين لا يشك فيهم الحاكم ولا الملك، فبحث عن بعض الفتية الصغار ويأتي كل واحد منهم على حدة يلتقي به خفية ويعلمه التوحيد ويعلمه الدين الحق حتى يدخل في الإسلام أو يدخل في الدين الصحيح. والتقى بسبعة فتية، قيل أن ستة منهم من أبناء الملوك، وقيل كل السبعة، وقيل أن واحد من هؤلاء السبعة هو ابن الملك، وابن كثير يقول هو ابن عمه أو ابن أخيه، ومعهم شاب صغير راعي يرعى الغنم، وهذا الغلام معه كلب. أكرمكم الله ومن يستمع إلى كلامي. بدأ يعلمهم، لكن كل واحد علمه الحالة على حدة. ثم كشف أمر هذا الرجل عن طريق جواسيس الملك، فأخذ الرجل الكبير هذا وقتلوه. لما قتلوه بقي السبعة هؤلاء يعرفون لا إله إلا الله لكن ليسوا إيجابيين، يعني ما يعرفون كيف يعلمون الناس
لا إله إلا الله وخوف وربما المصير القتل وينتهون تماما. اللي حصل وشو؟ اجتمع هذا الملك جمع، طبعا هم قصتهم هؤلاء الشباب حملوا هم هذا الدين وهذه الرسالة حتى يبلغوها لأقوامهم الذين ابتعدوا عن عبادة الله وليس عندهم إلا الشرك والوثنية وعبادة غير الله جل في علاه. يقال أن الملك جمع الناس في يوم العيد ويوم تعظيم الآلهة، يجتمعون على منكرات وعلى معاصي وعلى شرك وعلى بدع، ودخلوا هؤلاء الشباب من جملة أهل البلد وحضروا هذا المحفل، لكنهم لم يستطيعوا أن يصبروا على ما يفعله ما يسمى بدقة يونس أو يونس الملك في ذلك الوقت. السبعة كل واحد منهم جالس في موقع، طبعا كل واحد ما يدري إن فلان هذا دخل في الإسلام أو دخل في الدين الصحيح. فالأول انزعج من هذا المظهر من الشرك والانفتاح الغير معهود، انسحب الأول وتنحى وجلس تحت شجرة، ثم انسحب الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس حتى السابع، واجتمعوا في هذا المكان كل واحد منهم خايف أن الثاني من الجواسيس الخاصين بالملك، ما يقدر يقول أنا لا أريد الجلوس مع الملك وزمرته لأني دخلت في الإيمان، لكنه ساكت. حتى تكلم واحدا منهم قال أنا ما جمعني تحت الشجرة هذه أظن إلا ما جمعكم، أنتم يئستم مما رأيتم وأنا يئست. قال واحد من أين لك بهذا الكلام؟ من وين جبته؟ قال علمني فلان الرجل الشايب اللي قتل. قال الثاني وأنا علمني فلان وأنا علمني فلان، ثم حددوا المكان الذي كان يلتقي بهم الرجل الكبير. هنا تعاونوا، ولذلك المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. بعضنا اليوم يسير على طريق الاستقامة وعلى طريق الهداية وعلى طريق البعد عن المعصية وعلى مجاهدة نفسه. بعض الشباب يشتكي عندي مشكلة، عندي معصية ما استطعت أتركها، عندي رغبة في الشر أحاول بين فترة وأخرى لكنني أعود. أقول من الوسائل المثبتة والتي تثبت إيمانك أول شيء، شبه الفتية هؤلاء يوم دخلوا في مجلس الملك، شرك معاصي فوضى ضياع، انسحبوا. الابتعاد عن مجالس السوء وعن مواطن الشر دين، وهذه وحده من دلائل الإيمان. ولذلك الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. هذا واحد. اثنين، الصحبة الطيبة. هؤلاء ابتعدوا واجتمعوا سبعة، لكنهم كونوا مسيرة يستطيعون أن يقدموا شيء لأنفسهم وللناس، وخرجوا وتعاونوا واجتمعوا على ذلك. يذكر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء، قال الله لمحمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنا أهنئكم يا شباب، خاصة من يحضر مثل هذه الملتقيات، لأنني أجزم أن كل الحاضرين ولا أبالغ ما حضر إلا فيه رغبة تقوده للخير، يريد الخير، يريد أن يغير أو على الأقل أن يجلس في مكان فيه له مباح في باقية أروقة هذه المدينة المباركة. وحينما جلس في مثل هذه القاعة يريد يسمع آية، حديث، موعظة لعلها تذكره ولعلها تعيده مرة أخرى للخير.
الصحبة هي أنت. يقال في الحكمة القديمة: قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. أنا اليوم أقول قل لي من تصاحب، أقول لك حتى مقدار إيمانك. قل لي من تصاحب، أعرف ربما بعض أفعالك. قل لي من تصاحبين، أو تقل أختنا من تصاحب، سنعرف كيف سيكون سلوكها. الصحبة يا جماعة يا شباب، إذا الله ذكر الكلب أكرمكم الله في سورة الكهف لأنه كان مع الصحبة الصالحة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. خص الله الكلب بهذه السورة لأنه كان مع صحبة ومع رفقة ومع أناس هم على الخير. الصحبة السيئة يا شباب تراها تقود إلى ثلاثة أشياء: تفسد علاقتك مع الله، هذا واحد. اثنين، تفسد علاقتك مع الناس وخاصة أهل بيتك. ثلاثة، تفسد عليك مستقبلك. الشاب اليوم يفكر في مستقبله. الصاحب السيء والله الذي لا إله غيره لن يكون مستقبلاً صالحاً طيباً بوجود صحبة سيئة، وهذا واقع يشهد به من جرب ذلك الطريق، والإحصاءات والدراسات تثبت مثل هذا وهو واضح. طيب، هم اجتمعوا، يوم اجتمعوا جلسوا، ترى كثير عندنا طيبين وهو طيب في ذاته، لكن بعض الناس طاهر غير مطهر لغيره. بعضنا منزوع الدسم لا يستطيع أن يفعل هذه الخيرية. أنا أريد مشروع أمة. إذا كان سبعة شباب استطاعوا يغيرون أمتهم من الكفر إلى الإيمان، أنا أؤمل بعد الله على عدد هؤلاء الشباب. سواعدكم إذا صلحت عقولكم وطابت نفوسكم واستقامت مسيرتكم فنحن بإذن الله في خير وإلى خير. ائتوني بأي إبداع وأي عمل متميز في العالم كله حتى غير المسلم، ستجدون خلف هذا الإبداع وهذا التميز الشباب. أعمدتنا، سندنا، ظهرنا، قوتنا بعد الله هم شبابنا. المدن الشبابية والملتقيات الدعوية ما أقيمت من باب تضيع الأوقات. أنا أجزم أن القائمين على مثل هذه المدينة من فضلاء وأساتذة وعلماء وطلبة علم ومسؤولين يتابعون، ورعاية أمير المنطقة مشكورا وغيرهم، لا أظنها جاءت هباء منثورا، لأننا ندرك تماما أن هناك نتيجة، وقطعا ستكون نتيجة إيجابية. اجتمعوا سبعة الشباب، قال الله عنهم: إذ قاموا، لاحظوا قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيش إلها لقد قلنا إذا شططا. يا أخي قم اعمل لله، قم غير من حياتك. الله يقول قاموا، قاموا رغبة في الطاعة وخائفين على قومهم الذين لم يسلموا بل أشركوا بالله وتركوا الطريق الحق. والقيام مطلب. بعض الناس يقول عن أهل الكهف من باب الكسل، قال نايم نومة أهل الكهف. لا والله، نيام ونوم أهل الكهف كان فيه صحوة للأمة من بعدهم بعد 3 قرون، 309 سنوات. هم دخلوا والناس على ضلال وعلى شرك، وخرجوا والناس قد أسلموا. قم، الله يقول لمحمد: يا أيها المزمل قم، ويقول: يا أيها المدثر قم. والله سبحانه وتعالى ينادي محمد: فإذا فرغت إيش فانصب، وقف. ما قال فإذا فرغت فارتاح ونم. إذا أنت تريد العمل وتريد التغيير فإذا فرغت فانصب. هم يحملون هم رسالة. يوم شافوا قومهم قالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله
آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أنت لما ترى غيرك على ضياع، على ضلال، يجلس في المقاهي، يضيع وقته على قنوات، يضيع وقته في مواقع ومنتديات تحرف العقل والفكر والإيمان، بل تضيع الإيمان، تعال يا حبيبي أعيد النظر في أن أحاول أن أنتشل هذا الصاحب، الأخ، الجار، القريب. ما استطعت فعليك بنفسك حتى تلجأ إلى الله، ففروا إلى الله. طيب وش الخطة؟ هم الآن عرفوا لا إله إلا الله السبعة، قالوا عندنا خطة، لو رحنا للناس قلنا لهم ادخلوا في الإيمان ربما ما تقبلوا. وضعوا خطتهم الرئيسية أن يحسنوا إلى الناس. الناس فقر وظلم وحاجة، والفقر كما يقال أخو الكفر. يقول النبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، جمع الحديث أو الدعاء في حديث واحد. ثم بدأوا يمشون تجار وعندهم أموال ومعهم ولد الملك أو ابن عمه أو ابن أخيه، وبدأوا يساعدون الناس. أسألكم سؤال، وش حلمك؟ بماذا تحلم؟ هل عندك حلم كبير للأمة؟ اترك تقول أنا أحلم أني أتخرج من الجامعة، حلمي أنني أملك بيتاً، أملك سيارة، أتزوج، هذا أمر مباح ولك الحق أن تخطط وأن تفكر وأن ترتب الأمور، بل تنفذ، لا إشكال. لكن ما هو الحلم الأكبر الذي تقدمه للناس؟ بعض الناس حلمه يقول أبدأ من حرف ألف، لازم أنتهي عند حرف ياء. يا أخي ابد من ألف ووقف عند باء، ما عندنا مشكلة، حسب المتاح، والله يتولى بعد ذلك. إذا علم الله منك الصدق، مجرد أنك تضع رجلك على العتبة، عتبة أنك تريد التغيير وتريد الإصلاح، الله سيتبنى ذلك بنفسه، وسترى العجب العجاب في التعامل مع الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر. معهم كلب، سبعة والكلب كان موجود معهم. يقال أن الكلب كما أسلفت راعي الغنم كان هذا الكلب معه، وقيل أنهم كانت لهم حاجة بالكلب إلا إن لم يكن معهم راعيا. العبادة تعينك على قوة الطاعة. الله يقول من يكمل الآية، إنهم فتية إيش؟ آمنوا بربهم، ثم قال الله بعدها إيش؟ وزدناهم هدى. لما آمنوا بالله كان فيه عبادة لله تبارك وتعالى، زدناهم هدى. طبعا بدأوا يساعدون الناس ويعطون الناس مال وينفقون عليهم، يحسنون إليهم. الصورة الآن اللي تخرج أمامكم علشان تعرفون، هذه هي صورة الكهف. طبعا الكهف موجود وين فيه؟ من يعرف وين موقع الكهف؟ موجود في الأردن. وهذه صورة الكهف، وهذه قبور الفتية الذين دخلوا في الكهف. طبعا الكهف عبارة كهف في جبل له مدخل، ثم فيه على اليمين مثل المحراب، وعلى اليسير مثل اليسار مثل المحراب، وفي الأمام مثل المحراب. المحراب اللي على اليمين فيه أربعة قبور، والذي على اليسار فيه ثلاثة قبور، وفيه عظام لبعض القبور موجودة في نفس هذا الكهف. الغريب سيأتيكم الآن قصة هذا الكهف، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل لهؤلاء الفتية السبعة فيه ملجأ. الله يقول فأووا إيش؟ إلى الكهف. الكهف أصلاً هو عبارة عن رمز يوحي للأمر الغائب المجهول المظلم، ومع ذلك الله يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. معقولة المكان المظلم المجهول هذا يأويني أنا؟ وكلمة الإيواء وردت في القرآن في عدة مواضع كلها بمعنى الإيواء الضم. قال الله جل وعلا إما أن يضم أو يرعى،
قال الله عن محمد: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الله عن يوسف: فآوى إليه أبويه. وقال الله عن هود: أو آوي إلى ركن شديد. وقال الله عن مريم وعن ابنها عيسى عليه السلام: فآويناهما. فالإيواء الاحتواء، هذا الكهف يأوي سبعة، يحتضن هؤلاء السبعة، علما بأننا الذي يدور في أذهاننا أن هذا الكهف مظلم. بدأوا يعلمون الناس: قل لا إله إلا الله، وبدأت الناس تدخل في الإيمان عن طريق جواسيس الملك. وصل الخبر إلى الملك أن في سبعة فتية يدعون الناس إلى التوحيد. أمر الملك أن يقبض عليهم. سارت لخبطة، اجتمع الناس، نقل لهم الناس، حذروهم، قالوا: انتبهوا، الملك عرف بأمركم وأمر بالقبض عليكم، إما أن تعودوا وإما أن تقتلوا. كان في اثنين في قصر الملك من المستشارين أسلموا وأخفوا إسلامهم، أو آمنوا وأخفوا إيمانهم. لما سمعوا الخبر الفتية، تخيلوا، أنا بسألكم سؤال يا شباب، مثل حجم هذا الموضوع وخطورة ما سيترتب عليه، كيف تستطيع أن تفكر؟ وبماذا ستفكر؟ اجتمعوا السبعة على ثلاثة أقوال. اللي يقول منهم: نروح للملك ونواجهه ونقول نحن آمنا، إما أن تؤمن ولا اقتلنا. قالوا: لا، هذه مخاطرة وغير مقبولة. ثم منهم من قال: ننسحب ونهرب ولا يعلم بنا. ومنهم من قال: نخطط عن طريق ولد عم الملك اللي معنا ونسوي كارثة، إما نقتله أو نغتاله. قالوا: لا، هذا عنف وغير مقبول. فاقتنعوا أن يخرجوا. قال لهم واحد: الكهف اللي اجتمعنا فيه، طبعاً الكهف يبعد عن عمان في الأردن العاصمة، يبعد قرابة 8 كيلو إلى 10 كيلو. قال: نذهب إلى الكهف ونجتمع فيه ونفكر ونخطط ماذا سنفعل. وافقوا على هذا القرار وخرجوا مباشرة وذهبوا إلى الكهف. أول ما وصلوا عند الكهف اللي رأيته صورته، وقفوا عند الباب. طبعاً الكهف دخلوا فيه السبعة، وبقي الكلب عند الباب، وكلبهم باسط ذراعيه وين؟ بالوصيد. وش معنى الوصيد؟ وش الوصيد؟ ها؟ من يعرف وش معنى الوصيد؟ مدخل الباب، عتبة الباب. الكلب بقي عند العتبة لحراستهم. وشوفوا تهيئة الله سبحانه وتعالى إلى هالأمر. طبعاً هم دخلوا وهم في الطريق قالوا: هل عندنا أكل؟ هل نستطيع نذهب نودع آباؤنا، أهلنا، أبوينا؟ ما يقدرون. الموضوع انتهى. لو دخلت إلى داخل البلد سيهجم عليكم وستقتلون، وسيكون لكم أمراً مهيباً وأمراً مخيفاً. بقيوا، دخلوا في هذا الكهف المجهول، وبقي الكلب أجلكم الله وأكرمكم على الباب. أمر الملك أنه يغلق الكهف بحجر، لأنه علم أنهم دخلوا الكهف، وقال: ربما لا نستطيع أن نخرجهم. فوضعوا ذلك الحجر وأغلقوا عليهم. المستشارين الاثنين الذين آمنوا وأخفوا إيمانهم كتبوا أسماءهم بالرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هو الذي كتبت عليه أسماءهم، كتب من الفضة ووضع عند الكهف في مدخل الكهف. دخل السبعة وناموا. الله جل وعلا ضرب على آذانهم، والضرب هنا بمعنى الملاصقة، يعني ما عاد يسمعون الأصوات.
ثم ناموا سبعة وفي فتحة فجوة في داخل، وربما اطلعتم عليها، فجوة في داخل هذا الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور إيش عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني يأتيهم حر برد والشمس تأتيهم متوسطة. من دخل الكهف وشاف على الطبيعة يعجب من وجود هذه الشمس، لأنهم بحاجتها حتى لا تأتيهم الأرض ولا يأتيهم الدود. وكذلك ناموا، هذا النوم استغرق 309 سنوات، 309 سنة و9 سنوات. هذه الفتحة على الآن في الصورة التي كانت تدخل منها الشمس عليهم في هذا الكهف، ثم ناموا. النوم هنا كان إذا مر عليهم أحد قال الله لو اطلعت عليهم إيش لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. في أمرين، في مقولة تقال أنهم تغيرت أجسادهم وطالت شعورهم وأظفارهم، هذا الكلام غير صحيح، بل بقوا على حالهم. بعض الناس لا يجري عليه تغير الأمور الزمنية فأبقاهم الله على حالهم، لكن كانت أعينهم في حال الاستيقاظ، لو اطلعت عليهم كأنهم نائمون أو نائمين وأعينهم في حالة مبصرين. قال الله لوليت منهم فرارا، العادة تملأ رعب ثم تنحاش تفر، لكن هنا لأن الله جعل لهم هيبة لوليت منهم فرارا ابتداء ولملئت منهم رعبا. تركوهم وانتهت، وراح الملك الأول توفي، ثم جاء ابنه من بعده، وابنه من بعده خفف الوطأة في الظلم، ثم بدأ ينتشر شيء من العدل والإيمان، ثم جاء ملك ثالث ونشر الخير والعدل، وكان الناس يذكرون فضل السبعة ويسولفون ويذكرون الثناء لأبنائهم. كان هناك سبعة فتية فعلوا لنا وقدموا لنا وأعطونا ودلونا حتى آمن أهل الأرض. فلما أراد الله تبارك وتعالى بعد 309 سنوات أووا إلى الكهف، يا جماعة الخير هؤلاء آووا إلى الكهف المظلم فوجدوا الرحمة. بعض الناس يأوون إلى قصور ولا يجدون راحة، ومن الناس من يأوي إلى خيمة ويجد الهناء والسعادة. إذن العبرة كل ما اقتربت إلى الله أن تأوي إلى ركن شديد، إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. ثم بعد 309 سنوات جاء رجل قيل من أبناء الملوك، وكان له حائط مزرعة، وأقام هذه المزرعة وأراد أن يجعلها سور. قال لبعض غلمانه افتحوا لنا أو أعطوني حجر من هذا الكهف، وبدأوا يأخذون الحجر الموجود الذي وضع كباب يسد عليهم الخروج. ثم لما فتح عليهم ورأوهم وأعثروا كما قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الشباب الذين أراد الله جل وعلا أن يظهرهم للناس، أعثر الناس عليهم، قاموا فتحوا، كل واحد ينظر للثاني ما تغير. فقالوا نريد أن نأكل طعام، كم لنا جالسين؟ قال أحدهم يوما أو بعض يوم، يعني كأننا نايمين أمس. فأخرج واحد منهم مال كان معهم من العملة التي كانت موجودة في دقة يونس الأول الملك، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. أخذ المال وطلع يتلفت وينظر، البيوت تغيرت، الناس تغيروا، هل أنا ضيعت الطريق أو الموضوع أمر آخر؟ في المقابل أقبل على رجل يبيع خبزا، هم حذروه فليأتكم بطعام، ثم قال وليتلطف. بالمناسبة لفظ قول الله وليتلطف جاء في نصف القرآن،
يعني عدت آيات القرآن وليتلطف تقسم الآيات نصفين، قال ولا يشعرن بكم أحدا. يوم طلع المال قال خذ وأعطني الطعام، البايع قال وش هالفلوس هذه؟ قال أنا أريد أن أشتري. قال هذه القديمة وين ما، فظن البائع أنه حصل الرجل هذا على كنز. من أنت؟ قال أنا أريد أن أشتري مال وأخرج. ألسنا في عهد الملك دبق يانوس أو يونس كما يقال؟ قال لا، نحن وين ثلاثة قرون، 309 سنوات، مات وجاء واحد وجاء الثالث. قال فنظر إلى عالم موجود عندهم فأخبره بالأمر، فسأله ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال احضروا لي الرقيم اللي كتبت فيه الأسماء. فشاف الرقيم وعد فراء اسمه معهم، قال من معك؟ قال معي فلان وفلان وفلان وفلان، اللي هم السبعة المكتوبة أسماءهم في الرقيم هذا. ثم ذهب وأخبروا الملك، وذهبوا إليهم مباشرة حتى دخلوا عليهم في الكهف وسلموا عليهم وأخبروهم أن الله أصلح الأرض وأن الناس عادوا إلى الإيمان وأنه كان ذلك بعد الله بسببكم. ثم رجعوا إلى كهفهم وماتوا في الكهف ودفنوا في ذلك الكهف. وإلى اليوم ثقافة الرومان واليوغزلافيين واليابانيين والصينيين وكل الثقافات البوذية والمسيحية واليهودية كلها موجودة فيها قصة أصحاب الكهف. يا شبابنا، الوقت كما هو مشار إليه الآن انتهى، لكننا نريد فتية آمنوا بربهم سبعة استطاعوا أن يغيروا أمة. صحيح هم وضعوا البذرة وما كانت النتيجة إلا بعد 309 سنوات، لكنهم قدموا شيئا. أنت ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. دق على الجرس وعلق الجرس وافتح الباب ابتداء بنفسك